يلا يا شباب شباب راشد شباب يا شباب اعطونا الشيخ الشيخ هذا يا مرحبا في مدخل من هناك مع الدائري الشمالي يا مرحبا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا نعم الله يوفقك معذره حياكم الله هلا والله وغلا بالشيخ خالد الله يحييك كيف الصحة الله يجزيكم الخير يسعدكم يا مرحب هلا والله وسهلا ما شاء الله تبارك الله الله يحييك عدد ما مشيت يا شيخ الله يسلمكم جميعا ويحفظكم تفضل السلام ورحمة الله وبركاته لا لا ما يخالف بالعكس حياك يا هلا محمد الشمراني شلونك عساك طيب. بخير يا اخوي محمد عساك طيب شلون الاهل والاولاد والوالدين كلهم الحمد لله الله يحفظك وشلونك محمد قلب وجهه ما كان ابيض هو دايم هنا بالشمس الله يهديه بس غير الاضاءة يا شيخ يطلع بالشمس لا 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 تدري هذا شخص انا شفته في لقطة ضارب حاطين عليك شيء على الوجه كبي معي دقيقة يا شيخ كبي معي دقيقة كانوا ناويين يقلونه أي وهذا قصدي كانوا ناويين يقلونه بس ما شاء الله يعني شو اسمه فروج إيه نعم السلام ورحمة الله رحمة توم خلصي مسلسل مباشر على النجوم حق ناصر الميثان الله يحفظك يعطيكم العافية والله ما قصرت سعدكم يا هلا عبد المجيد الحلوي سلمكم جميعا عبد العزيز سلام الله يعطيك العافية العافية حياك الله يكتب اجركم الله يوفقكم يا شيخ معي هديه لك شيخ هديه عظيمه يا شيخ الله يسلمك احسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعمه الهديه ناصر يا مرحبا بالشيخ خالد الله يجزيكم الخير ويحفظك الله يحفظك اللي يطلع معك ها ايش الكلام بس اي شيء معك انا معي مشواك سدك بس نسيت اول بيت شكرا سانو يزيك ابو شيء سد الجوع ما ابو شيء سد الجوع الحين انا بينك انا اندمجت مره السلام الباب حيا الله الشيخ خالد الله يسلمكم ويحفظكم جميعا ومن اسعد منا هذه اللحظه والله بعد لقاء او شيء نقول الحقيقه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فضيفنا في هذه الجلسه المباركه فضيله الشيخ خالد الخريوي وهو ان شاء الله تعالى نقول ممن احبنا واحببناه ونسأل الله أن يجمعنا وإياه دائما على خير وأن يكتب خطاه جميعا يا رب العالمين وعدد ما مشى من بيته إلى مكاننا هذا آمين وأنتم كذلك لقاؤنا سيكون يعني اخترنا له عنوان والشيخ بالخيار احنا وضعنا له قصص درامية أو قصص من القرآن تمام الكريم فليتفضل شيخنا الفاضل بارك الله فيك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دائما أحب أبتدئ حديثي بدعوات والله سبحانه وتعالى يطمعنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويقينا كل واحد على وجه هذه البسيطة لا كل واحد في الوجود محتاج إلى الله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل لمن كان معنا مريضا أن يشافيه الله ومن كان معنا مبتلى أن يعافيه ومن كان معنا فقيرا أن يغنيه بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه ومن كان معنا غنيا أن يبارك الله له في أهله وماله ونفسه وأنفاسه وأن يجعله من الشاكرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان اللهم وفقنا لما تحبه وترضى أنت ولي ذلك والقادر عليه النقطة الثانية طريقتي في الإلقاء أني ألتفت يمينا ويسارا وأسأل وبين قوسين يا ويل اللي بيكون في غفلة الدنيا ايه لا 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 في غفلة الله ايه اللي بيكون في غفلة لاني سألتفت اليه واسأل وهذه الطريقة استفدناها من علماء كبار على رأس من يستخدم هذه الطريقة اللي هو من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى سبحان الله الشيخ محمد حتى لو يشرح الفرائض تستمتع مع ان الفرائض من اصعب العلوم الفقهية لكن لانه يأخذها بالسؤال والجواب ويقيم فلانا ويضرب بعض الأمثلة الجميلة تستمتع وتفهم قصص قرآنية أو كما أخبرتموني قصة درامية موجودة في القرآن أنا أقفز كلمة درامية وأنا أعطيكم ما أنا متخصص به وهو القصة القرآنية
حاولت أن أرجع إلى كلمة درامي في المحركات البحث، فاللي فهمت أنه في الأصل كلمة درامي يعني عمل المسرح أو عمل المسرح. والدرامي ينقسم إلى ديو دراما، من عندكم؟ ديو دراما يعني واحد دراما يشترك فيها شخص واحد، ودراما يشترك فيها شخصين، والدراما تنقسم إلى تراجيديا وكوميديا، وفيه نوع جديد اسمه ميلو دراما. أحسنت، ميلو دراما اللي هو تفضل. الميلو دراما هي التأثير يعني تخرج عن الواقع وتجيب أشياء مؤثرة، مبكي، محزنة. ممتاز. تمام؟ أي نعم. فأنا على كل حال سأعطيكم هذه القصة من قصص القرآن ونتناولها بشكل تأملات، وعسى الله أن يبارك للجميع. اللهم. القصة اللي سنأخذها هي، تفضل، قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. ولاحظوا أنا أقول قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. لماذا أكدت مع الخضر عليه السلام؟ لأن الخضر اختلف فيه، هل هو رجل صالح أم نبي من الأنبياء؟ نعم. اختلفت في خضر أهل العقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، والصحيح أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنه نبي أنه ما كان له أن يقتل الغلام، لمجرد أنه يخشى أنه إذا كبر يمكن أن يكون كافرا فيؤثر على والديه، ما يمكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل عنه: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لكن السؤال الأول، لماذا جاءت القصص في القرآن؟ هناك مجموعة من الفوائد. لماذا جاءت القصص في القرآن؟ من يعطينا فائدة من فوائد القصص في القرآن؟ أحسنت، تثبيت الفؤاد. لما أقرأ قصة موسى عليه السلام وما عانى من الكفار، لما أقرأ قصة لقمان الحكيم مع ابنه، لما أقرأ قصة آدم مع إبليس، أنا أستفيد من هذه القصص. كما قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه من أعظم الفوائد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى هذا المعنى، فكان يستفيد من هذه القصص. لما انتهت غزوة حنين ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المهاجرين المسلمين الجدد الذين أسلموا في فتح مكة، لماذا وزع عليهم الغنائم؟ لتوهم أسلموا يتألفهم. فالنبي يخضع الدنيا للدين وليس يخضع الدين للدنيا، فبئس من أخضع دينه لدنيا. فجاء رجل من المنافقين وقال: يا محمد، هذه قسمة جائرة ما أريد بها وجه الله، يعني يقدح في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنا أقطع عنق هذا المنافق. قال: لا، لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه القصة ويستمع إلى جبرائيل عليه السلام من أجل أن يثبت فؤاده. وقد قال الله عز وجل له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ترى قيل إنك ساحر ومجنون وحاولوا قتلك، بل ربما يقتلونك، هذا ما حصل للأنبياء قبلك. ولما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وذهب ترتعد فرائصه خائفا إلى خديجة، أخذته خديجة إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قص عليه القصة قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. ثم قال: يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، يعني أكون شابا صغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة: أو مخرجيهم؟ الآن لي 40 سنة في هذه البلدة يثنى علي فيها، أنا محبوب فيها، أسمى بالصادق الأمين، يأتمنونني على أموالهم، أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عودي. أكثر الأنبياء ذكرت قصته في القرآن هو موسى عليه السلام، ولقد عانى من بني إسرائيل أعظم المعاناة. لما قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا أي بقرة؟ فقالوا: ما هذه البقرة؟ ما لونها؟ دلنا عليها. حتى صعب الله عز وجل عليهم وشدد عليهم. شيخ خالد، اسمح لي بس، معليش، انا ان شاء الله ماني مقاطعك بعد هذه ابدا. اي نعم. بس عندنا خبر سعيد الحمد لله وله علاقه بكتاب الله. يا سلام. احنا بشرك يا شيخ، قبل فتره قريبه اطلقنا وقف خيركم مع مؤسسه خيركم في جمعيه خيركم في جده. تمام.
وله يعني 20 مليون ريال كما أعلن. الآن أبشركم جميعا ولله الحمد وصل الوقف إلى مبلغ 1 مليون ريال بفضل الله ثم دعم الحقيقة ووقفة جمهور قناة المجد جزاهم الله خير. بس بنطلع ثواني بسيطة مقطع أو فاصل ثم نعود ونكمل القصة. الله يحفظك. الله يوفقك يا هلا. الله يجزاك خير. طيب نواصل يا شيخ. نعم نواصل. الحقيقة لن أطيل كثيرا بفوائد القصص، ودي أدخل في القصة مباشرة. قصة موسى عليه السلام في سورة الكهف. سورة الكهف مجموعة من القصص، من يذكرنا بالقصص الموجودة في سورة الكهف؟ أصحاب الكهف سميت باسمهم السورة. في تعريج على قصة آدم مع إبليس، ممتاز. قصة موسى مع الخضر، قصة أصحاب الجنتين، نعم، وأخيرا ويسألونك عن ذي القرنين. إذن هي مجموعة فعلا من القصص، وبقية الآيات تذييل وتعليق على هذه القصص. موسى عليه السلام كما في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرها من الكتب، قام خطيبا في الناس يذكرهم بآلاء الله ونعمائه عليهم حتى أبكى الناس. فلما انتهت الخطبة قام رجل وسأل موسى سؤالا محددا وقال: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. في بعض الروايات سأله السائل وقال: هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال: إيش؟ لا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه. يعني الأولى أن موسى قال: الله أعلم، أنا أعلمكم في هذه المنطقة، لكن يمكن أن يوجد من هو أعلم مني في منطقة أخرى، ما تستطيع أن تقول أنا أعلم أهل الأرض. فأوحى الله إليه أن هناك رجلا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ما غضب موسى عليه السلام، قال: يا ربي دلني عليه. ولذلك يقولون إن أول رحلة لطلب العلم كانت من موسى عليه السلام، يريد أن يطلب العلم الذي هو موجود عند الخضر عليه السلام. وإذا قرأتم الكتب في طلب الرحلة أول ما يذكرون من الشواهد قصة موسى عليه السلام، فقال: يا ربي دلني عليه. موسى عليه السلام أخذ معه غلاما يقال له يوشع ابن نون عليه السلام، لأنه الذي خلف موسى في بني إسرائيل، يوشع ابن نون. وأخذ معه مكتل زنبيل وفيه حوتا ميتا، والمراد بالحوت الحوت الكبير، ويطلق الحوت على السمكة العادية أو السمكة الصغيرة. فالذي أخذوا معهم مجرد سمكة لكن يطلق عليها حوت. أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمك يا طيب؟ سالم. ما شاء الله، الله يسلمك الدنيا والآخرة. أنت متزوج يا سالم؟ الله يرزقك الزوجة الصالحة وذرية الطيبة. احنا يا شيخ معي الجميع، احنا يا شيخ بعد طفرين على الحديد. الله يرزقكم جميعا ويرزق المستمعين من الذكور ومن الإناث. واحد يقول اسلم اي الله يسلمك، الله يرزقنا وياك. اخذ معه مكتلا وفيه حوتا ميتا. ليش اخذ الحوت؟ لهدفين. ليش أخذ الحوت؟ لهدفين. الهدف الأول يتزود منه. وهنا وقفة، إنه أعظم أنبياء الله سبحانه وتعالى هم أعظم المتوكلين على الله، ولا يعني التوكل أن لا تبذل الأسباب. في صحيح البخاري أن مجموعة من أهل اليمن في ذاك الزمان قالوا، لا أصبر، لا تستعجل، قالوا: نحن المتوكلون، وذهبوا إلى الحج بدون أن يأخذوا معهم زادا. قالوا: نحن نتوكل على الله، أليس الله هو الرزاق؟ الله سيرزقنا، أخذنا الزاد أم لم نأخذ. فلما وصلوا إلى أرض الحج أصبحوا عالة على الناس، أعطونا. وذلك قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. توكل على الله لكن أبذل الأسباب. فموسى عليه السلام أخذ معه هذا الحوت، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحوت أن الله قال له، أوحى له، أنه حيثما فقدت الحوت فثم هو المكان الذي سيخرج فيه الحوت حيا ويدخل إلى البحر، ستجد عنده من؟ الخضر عليه السلام.
وهنا سؤال للفائدة، لما سمي الخضر بالخضر؟ ورد في صحيح البخاري أنه كان على أرض بيضاء فانقلبت تحته خضراء، على أرض بيضاء فانقلبت تحته خضراء، فسار موسى عليه السلام ومعه الغلام حتى إذا جاور البحر أراد موسى أن يستريح، فاتكأ على صخرة فنام، فأراد الغلام أو في هذا الوقت بعث الله عز وجل الحياة في هذه السمكة فانتفضت من المكتل ودخلت في البحر، فأراد أن يوقظ موسى فتذكر أنه نائم فقال أخبره إذا استيقظ فنسي، فاستيقظ موسى لم يخبره الغلام سارة حتى إذا قطع يعني مسافة قال موسى للغلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا وقفة، موسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، ولم يضره أنه يقول أنا جائع. بعض الناس يرى أنه من النقص في نفسه وأنا طالب علم أو أنا ملتزم أو أنا شيخ أو أنا من أنا أني أقول أنا جوعان أو أقول أنا تعبان أو أقول أنا رأسي يؤلمني. ويذكرون قصص لبعض السلف أنه يعني امتنع من التأوه، لا، هذا شيء في طبيعة الإنسان، الله جعل للإنسان مندوحة أن يقول آي أو آه أو يتألم أو يقول أنا جائع. فموسى عليه السلام يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما في نهاية حياته مر على عائشة فوجدها مضطجعة فقال لها ما بالك يا عائشة؟ قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأسه. فكان يتألم صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا العجب وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، حتى أنا جائع مثلكم. فلأنه أحيانا بعض المربين يشدد على الأولاد أو على التلاميذ تحت يده، أنت كل شوي تقول أنا جوعان فعلا، أنا تعبان، أنا رأسي يؤلمني، هذا من المتنفس الطبيعي للإنسان. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، قال لفتاه. ورد في الحديث أن الإنسان لو كان عنده رقيق وقد انتهى الرقيق الآن أنه لا يسميه عبدي ولا أمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول العبد لسيده أنت ربي، مع أنه ربه موسى يوسف عليه السلام ماذا قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، يقصد بربه سيده. لكن الإسلام يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على الألفاظ، يريد الإسلام أن يكون مقصدك حسنا وكذلك لفظك حسنا. لو جاء إنسان وسبك لكن قال والله العظيم أنا أكن لك في قلبي المحبة والتقدير، ما أقبل هذه، يعني صعب. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إلا إذا أخطأ الإنسان فالإنسان معذور عن الخطأ. ذاك الرجل ذكره النبي في معرض المدح وقد قلب الآية بكاملها، اللهم أنت عبدي وأنا إيش؟ وأنا ربك، ولم يأثم بذلك لأنه قالها إيش؟ مخطئا من شدة الفرح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني سأستمر حتى أصل إلى مرادي. وبشكل مختصر أقول لكم أي هدف تريد أن تصل إليه بدون الصبر فطريقك مقطوع، لا بد من الصبر. لأستسهلن الصبر أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وش يقول المتنبي في الأبيات المشهورة؟ لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة. وكلما كان الهدف عاليا وغاليا طلب منك أن تصبر بشكل أكثر. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هنا سؤال يطرحه أهل التفسير وأنا أعلق على هذا السؤال، أين مجمع البحرين؟ أقوال كثيرة في مجمع البحرين،
القرآن لو أراد أن يخبرك بمجمع البحرين لأخبرك، لكن لا يريدك أن تذهب إلى حواشي القصة وتترك زبدة القصة ولب القصة. أحيانا أنت تتحدث مثلا عن حادث حصل وأن المفروض أنه نساعد صاحب هذا الحادث، طيب وش نوع السيارة؟ وش موديلها؟ ما هو وقت الآن الموديل، ما هو وقت نوع السيارة، الآن وقت المساعدة، بعدين نتناقش في التفصيليات أو التفصيلات. فوجب على الإنسان دائما يعني أنه يلتفت إلى الكليات، ثم إذا كان عنده وقت التفت إلى الفرعيات والجزئيات. النبي يرسل معاذا إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تدخل معهم في لازم تربوا اللحية، لازم تقصروا الثوب، خلهم يدخلون في دائرة الإسلام، وهذه الحكمة. ثم بعد ذلك خذهم شيئا فشيئا، وإن الله رفيق يحب الرفق. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. سؤال في الحديث، من الذي نسي؟ الفتى. وفي الآية من الذي نسي؟ الاثنان. طيب كيف نجمع؟ الحديث يقول نسي الغلام، والآية تقول نسي، فنسب النسيان إلى إليهما جميعا. لا، هم عندهم أكثر من إجابة. الإجابة الأولى إنه موسى نسي أن يسأل ابتداء، والغلام نسي أن يخبره بما حصل. فاصل، تفضل. نحن بفاصل، نأخذ فاصل ثم نعود نواصل اللقاء الماتم مع الشيخ خالد. بارك الله فيك. كالكلا كل الوناسة والمرح، أطياف ألوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح، ما راح لم ولا سرح. كالكلا كالكلا. نعود للشيخ ونعود للحديث الماتع، تفضل شيخنا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى قال نعود، ذكرنا عند قول الله عز وجل فنسي حوتهما، نسي حوتهما، قلنا إما أنه موسى عليه السلام نسي أن يسأل، ويوشع بن نون نسي أن يخبر، أو أنه من باب التغليب، يسمى باب التغليب. باب التغليب مثل الآن الشمس والقمر يسميان في اللغة العربية بالقمرين، الأب والأم الأبوان، مع أنه أب وأم ومع ذلك قلنا أبوان، تغليب لفظي، تغليب لفظي. أبو بكر وعمر العمران، لاحظ، لأن اللفظ أيسر، ما تقول الأبوا بكرين، الأبوا بكر ما تستطيع، صعبة. أيوة، فهذا تغليب. كذلك التغليب بالنسبة للمصير، ما معنى هذا؟ الآن حنا عددنا كم تقريبا؟ 15 واحد مثلا، نقول الليلة طلعنا للبر، اجتمعنا في الاستراحة وطبخنا وذبحنا وأكلنا، كلنا اللي طبخناه هو واحد، لكن لأن جميعا في هذه القضية أصبحنا يصح نسبة الفعل إلينا، مثل ما قال الله عز وجل فعقروا الناقة، قال الله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. اللي عقر الناقة كم؟ واحد اسمه قدار بن سالف هو اللي عقر الناقة، ما هو 40 واحد، فما بالك بالقوم كلهم. لكن من باب التغليب، لأنهم وافقوا على هذا الفعل، نعم، وساعدوه ورضوا به، كأنهم فاعلون له. نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت يسمى نون، ولذلك قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا. ذنون من هو؟ لا، ذنون من هو؟ يونس عليه السلام. النون ما هو؟ الحوت. والحوت يطلق على الحوت الكبير وعلى السمكة الصغيرة. فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني أمر عجيب. لما خرجت السمكة من المكتل من الزنبيل ودخلت في البحر، أصبحت تشق البحر طريقا. الآن إذا مرت السفينة على البحر يبتعد الماء يمنة ويسرة، لكن إذا ذهبت السفينة يلتئم البحر مرة ثانية، يرجع الماء كما كان. أما هذه السمكة لما دخلت في البحر أصبحت تشق البحر ولا يلتئم، ما يلتئم. هذا معنى فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني طريقا حتى يكون علامة. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وما أنسانيه، الهاء إيش عليها؟ لا، إيش عليها بس الحركة؟ ضمة.
هذه قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها مثلا في منطقة الجزيرة العربية، لكن بقية القراء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وهذه القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها قرأ الإنسان فقراءته صحيحة. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ عند مجتمع لا يعرفون بقية القراءات، فالأفضل أن يقرأ مثل قراءتهم. نحن حرصنا لما سافرنا مثلا إلى المغرب أو سافرنا إلى بعض المناطق الأوروبية التي فيها مغاربة، المغاربة في العادة على المذهب المالكي ويقرؤون بقراءة ورش عن نافع، فنقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. بل أحيانا إذا قرأنا عند أناس شوافع نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فتجهر بالبسملة. يعني ملاحظة مصالح الناس واجتماعهم وعدم إثارة الفتنة لهم، هذا ملحظ مهم في الإسلام. أنا أسألكم سؤالا، الكذب صغيرة من صغائر الذنوب ولا كبيرة من كبائر الذنوب؟ الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الرجل لا يتحرى الكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومع ذلك هذا الكذب الكبيرة يجوز لأجل إيش؟ المصلحة بين الناس، اثنان متخاصمان يجوز أن تكذب على الأول عن الثاني ومع الثاني عن الأول من أجل المصلحة. شوف الإسلام أجاز لك ما هو محرم من أجل مصلحة التئام قلوب الناس. لذلك أقول من أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها ولك الأجر العظيم ولا يلتفت إليها كثير من الناس أن تجمع القلوب، ومن أعظم الشنعات والذنوب عند الله عز وجل إيش؟ أن تفرق بين القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، بدون مقدمات، لا يدخل الجنة قتات. من القتات؟ النمام الذي ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد والعياذ بالله الإفساد. والنمام هو أحد الاثنين الذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان أو يسمع عذابهما، يقول إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فيمشي بين الناس بالنميمة. فلما جاوز قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. إذن هنا في فائدة، أنه جزء كبير من النسيان مصدره الشيطان. سآتي إليك عمي، تفضل ماذا ستقول؟ السمكة، موضوع السمكة، هل كانت تشكط ما يلتمش البحر؟ ما يلتمش البحر كيف يعني؟ يعني خلاص، يعني أنا أخبرك، تخيل أنك أنت تأخذ قلم وتمر على يعني قدر فيه سمن جامد. أيوة. فلما تحرك القلم تخط فيه ولا ما تخط فيه؟ أيوة. تخط فيه، ما يلتئم لأنه جامد. هذا الذي حصل للسمكة، ما يلتئمش. أنا على فكرة أول مرة أعرف المعلومة هذه. أيوة عاد اشكرني. جزاك الله من قلبي. وقلبك هنا أنت، إحنا في السعودية قلبنا هنا. لا عارف شو أسأل مرة ثانية. الله لا بالعكس يا حبيب، الله يوفقك. أحياناً المسابقات إذا جبت مثلاً أولادي ولا زملائي جبت لهم سؤال ما يعرفون قالوا صعب، يا جماعة الخير افرحوا بالسؤال اللي ما تعرفونه حتى إيش؟ حتى تضيف إليك معلومة. يريد دائما المعلومة يعرفها. لا بد أضع لك 5% من الأسئلة، 10% من الأسئلة يا أصحاب المسابقات. لا الشيخ الدوسري الاسم الأول راشد. أيوة أي حطوا أسئلة سهلة للناس ومتوسطة وجديدة على الناس، لا مستحيلة على الناس. لأني أذكر أنا في برنامج طلع في إحدى القنوات ومع أحد الإخوة، هو يجيب إيش؟ يجيب شيء من البهارات. أيوة. عرف ما أقصد أحد بعينه. نعم واضح. تمام. وش اللي يجيب لهم؟ عذاب. يجيب لهم مثلا ما يبغى أحد يفوز، ما هو عنزروت سهل، العنزروت معروف. حلتيتا. لا حقة شو اسمه هذيك. لا واحدة وش اسمها يا ربي، حقة الكهف ما أدري وش. زي مريم. لا زي الحبشوش، وما الحبشوش ما في أمل أحد يعرفها. عشان يستفيدون. ما يخالف، بس مو كل حلقات حبشوش. ها ممكن يشم ايوه ما اي يشم يقول له ما هو هذا الشيء. طيب على كل حال نرجع يا جماعه، هذا فاصل مني انا وليس من القناه.
وما أنسانيه إلا الشيطان. إذن جزء من النسيان من الشيطان، لكن جزء من النسيان أما تقولون، لكن جزء من النسيان من الإنسان نفسه طبيعة. إيش يقول أبو تمام لما مدح المعتصم أو ابنه؟ يقول: ما في وقوفك ساعة من باسي، نقضي حقوق الأربع الأدراسي، فلعل عينك أن تعين بمائها، والدمع منه خاذل ومواسي، لا تنسين تلك العهود، فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. نور العرارة نوره ونسيمه، نشر الخزامة في خضرار الآسي. ثم قال: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. فخرج الوزير حسد 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 هذا حسد أبا تمام، قال: الآن هذه الكلمات حلوة وجميلة، ما زدت على أن شبهت الخليفة بجلف من أجلاف العرب. أنت ما تقول الخليفة يشبه هؤلاء؟ إذا أردت أن تمدح الخليفة قل: هؤلاء يشبهون الخليفة. نعم. فتثني على الصغير أن أشبه الكبير، لا الكبير على أن أشبه الصغير. فرد عليه أبو تمام كما يقال في القصيدة، ويضعفها بعض المؤرخين مثل الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي، لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. الله قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، فشبه نوره بالمشكات المخلوق. فقال الوزير: يا أمير المؤمنين، أعطه ما شئت، فإن عقله يأكله. هذا ما ما له حل، ما في حيلة هذا. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحقيقة لو كان معي وقت لتكلمت عن النسيان من حيث إنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس سبب تعاسته من كثرة التذكر. كثرة التذكر، والحكمة تقول: لا تجعل غيوم الماضي تغطي سماء الحاضر. مرت عليك غيوم في السابق، ليش استصحبها؟ والله بعضهم يتأثر بالقضية ويحزن وهي حاصلة له قبل 10 سنوات وعشرين سنة، لكن يستحضرها، لأن العقل يستحضر كأنها حصلت الآن. وأذكر أني قرأت كتابا اسمها التفاؤل التلقائي، مع أني لست من أصحاب هذه الكتب كثيرا، لكن قرأته واستفدت، والحكمة ضالة المؤمن. فخرجت من هذا الكتاب بشيء اسمه درس من السيارة، درس من 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 السيارة. السيارة الآن فيها مراية، صح؟ مرآة، المرآة التي أمامك هذه ما الفائدة منها؟ الخلف. هل هي أساسية في القيادة؟ لا، هي مفيدة في القيادة، لأنك أحيانا تحتاج إلى أن ترجع فتنظر إليها. لكن لو جعلتها أساسية فنظرت إليها وأنت تقود إلى الأمام، ما الذي سيحصل؟ حادث مباشرة. أن تحتاج إليها لكن ما تنظر إليها دائما. فبعض الناس يجعل هذه المرآة هي الأساسية، فدائما حصل لي كذا وفعل لي كذا وأخفقت في كذا وفشلت في كذا. ستتعب ستتعب. طيب ما هو الحل؟ اطرح الماضي، خلاص أنت 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 ابن الحاضر، استفد من الماضي. أحيانا تستفيد منه كما تستفيد من هذه المرآة إذا أردت أن توقف السيارة مثلا، هنا أستفيد منها، أما أن أنظر إليها دائما لا، لا يمكن أن تخطو خطوة واحدة. طيب والأجر شيخ المترتب على تذكر المصيبة، ثم قول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو إذا ذكر الإنسان مصيبته أو كذا، نسيت في لفظ الحديث. أيوة، أن يذكر مصيبتي. لا، اللي يقول يعني إذا ذكر مصيبته ثم يدعو بدعاء، يعني إلا كتب الله له أجر جديد يعني. لا، شوف، أن الإسلام لا يريد من الإنسان تجديد الأحزان. حتى قال الفقهاء إنه أيام العزة لم يثبت في الحديث تحديدها، لكن أيام العزة 3، هذا عزة تقوية، فبعد 3 أيام يعتبر تجديد للأحزان، تجديد للأحزان. لكن لو خطرت المصيبة، تخطر المصيبة أحيانا في ذهنك، تمر صورة لفلان توفاه الله، تقرأ كلمة، تستمع إلى أنشودة أو أبيات شعر كان يحبها فلانا من الناس فتتذكره، هنا تقول هذا الدعاء. لا بد أن يكون على هذا يعني على هذا التوجيه. هذا تبعنا، ها؟ أيوه. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. لأنه اتخذ سبيله في البحر سربا، كان بطريقة عجيبة، كان بطريقة عجيبة. شو الفرق يا شيخ بينه؟ قلت لك سربا أنه دخل في البحر لا يلتئم البحر بعده، وعجبا بالنسبة لموسى ومن معه أنه عجيبة هذه الطريقة. نعم.
قال ذلك ما كنا نبغي، هذا مرادي، أنا أريد أن 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 يخرج تخرج السمكة من الزنبيل وتدخل إلى البحر لأني سأجد إيش؟ الخضر عليه السلام. قال الله عز وجل قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. لما رجع بحث في المكان فوجد الخضر مسجا بثوبه، مسجى التسجية بمعنى التغطية، التغطية. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجري ويجوز في حجري ما بين سحري ونحري ما بين حاقنتي وذاقنتي، تقول لما رفع أصبعه ونظر إلى السماء فقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. تقول عائشة فانحنت يده، فلما انحنت يده علمت أنه قد مات، فتقول سجيته برداء، سجيته يعني غطيت وجهه حتى انتشر الخبر. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، فأما الموتة التي قد كتبها الله فقد متها، يعني خلاص الآن تنتقل إلى حياة برزخية هي موعود الله سبحانه وتعالى. فوجده مسجى، فقال موسى عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله، فأزال الغطاء قال وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال أنا موسى، أنا موسى. يقول أهل العلم موسى ما ذكر مقدمات، قال أنا إيش؟ موسى، مع أن موسى أعطوني صفات موسى التي امتاز كلم الله، كلم الله سبحانه وتعالى كفاحا ليس بينهما ترجمان، وكلمه كلام رضا، وهو من أولي العزم من الرسل ومن أعظم الأنبياء والرسل عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول أنا موسى. موسى ما لها مقدمات، لأن بعض الناس يغضب، يا أخي ترى أنت قلت لي باسمي الحاف الصريح، ترى أنا دكتور، ترى أنا مقدم الرسالة، ترى أنا استشاري، ترى أنا لواء، ترى أنا مقدم برامج من 5 سنوات و10 سنوات. سبحان الله، إذا صار الإنسان يلتفت إلى هذه القضية هذا بداية مرض في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أسألكم، كل ميزة من الميزات يمكن أن تكتسب اكتسابا، هل في احتمال أنه في يوم من الأيام فلان يصبح ملك؟ إيه في احتمال، أو يصبح وزير في احتمال، لكن يصبح نبي ولا رسول انقطعت خلاص ما في أمل. لو تجلس في غار حراء 20 سنة تتعبد ومعك فروة قديمة، ها لن ينزل عليك جبرائيل عليه السلام، ما في أمل. ومع ذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، انتهت القضية. وهذا من التواضع العظيم الذي يجب أن يكون عليه الإنسان، تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. فموسى عليه السلام يقول أنا موسى، أنا موسى فقط، لأنه سيقابل الله يوم القيامة على أنه موسى فقط، بدون بقي. النبي يقول لفاطمة، فاطمة ابنة من؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة سيد ولد آدم ولا فخر، ابنة من له الوسيلة، ومع ذلك يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إياك تعتمدي على النسب، على النسب، لا يأتي الناس والصلوات والبذل والعطاء، أما أنت فتكتفين بأنك ابنة، هذا غير معتبر عند الله سبحانه وتعالى، غير معتبر. من بطأ به عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت افرح أنك ولد فلان، افرح أنك من القبيلة الفلانية، من البلدة الفلانية، من العرق الفلاني، افرح، لكن المعتمد عند الله ليس على هذا. المعتمد عند الله الدين وليس الطين، نعيدها مرة ثانية، المعتمد عند الله الدين وليس الطين. شيخنا بدنا نتعرج على الوقف كذا قبل ما نختم العام، ما أساس بس خلاص، إذا القصة هذه نكملها في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. لا نكملها بس أنا نكملها. بس تذكير عن الوقف. طيب الأخوة الكرام جزاهم الله خيرا يريدون مني أن أذكر بالوقف، أنا أتكلم عن الوقف بشكل عام وأقول من ميزات هذا الإسلام أن شرع لنا الوقف. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءته أرض بسبب يعني غنيمة من غنائم المسلمين، ف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من أحب مالي إلي هذه الأرض، أظنها كانت في خيبر أو من غنائم خيبر،
ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس أصلها وسبل منفعتها. حبس الأصل وسبل المنفعة، يعني الأصل يبقى والمنفعة متعدية، ما أبيعها لكن أجعلها لطلبة العلم، أجعلها للمسلمين، أجعلها مسجداً، أجعلها مركز للأيتام، أجعلها مركز صحي، أجعلها مركز للتعليم، حتى يبقى أصل الأرض والنفع يستمر إلى يوم القيامة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، يقول: ما كان أحد من الصحابة يستطيع أن يوقف الشقة. وهذا يعطينا فائدة، قل لي ما هي الفائدة باليمني، ما هي الفائدة؟ أعتقد يعني من وجهة لا 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 لا، أنت قل لي ما هي الفائدة، أنت قل لي ما هي الفائدة؟ أنا سأخبرك بالفائدة. هذا نوع من الحوار أنا هذا نوع من الحوار الدرامي. أيوة قل لي أنت ما هي الفائدة يا شيخ؟ بارك الله فيك، أخبرك. كثير من الناس، منا نحن ومن يستمعون إلينا الآن، يتصورون أن كلمة الوقف أيوة هذه للتجار الكبار، ما هي لل واحد راتبه 5000 ولا 10000. هذا غير صحيح الكلام. في أوقاف بمئات الملايين لا تستطيع عليها، لكن في أوقاف بعشرات الريالات تستطيع عليها. فلا تحرم نفسك من الوقف بهذا المفهوم الضيق. أنا أريد منكم الآن فقط أن تخبروني ببعض الأوقاف التي لا تتجاوز 500 ريال أو 100 ريال. أستطيع أن أوقف برادة، بعض البرادات ب100 ريال و300 ريال. إفطار صائم، أحسنت، مع أن إفطار الصائم شيء مستهلك لكن صدقة جارية، لكن أستطيع أن أوقف خيمة لإفطار الصائم، خيمة مثلاً ب1500 أو ب500 ريال، لا أدري. مصاحف، ممتاز. أستطيع أن أوقف لو كان الإنسان مثلاً فطناً، ومطلوب من الإنسان أن يكون فطناً في كسب الأجر، مثلاً مكتب دعوة أنشئ جديد، ومكاتب الدعوة أحياناً تأتيك بأخبار سارة أنه مثلاً في كل شهر يسلم عندنا 20 شخصاً أو في كل شهرين، حتى بعض المكاتب وصلوا إلى 15,000. لا، 15,000 الذين أعلنوا إسلامهم عندهم. فيأتي هذا الذي أسلم فيؤثر على أخيه وعلى أمه ويتزوج وينجب ذرية، الله أعلم بالأعداد. فتأتي أن تقول: اسمعوا، أنا ما أستطيع أن أوقف وقفا للمبنى، لكن الآلة الحاسبة أنا بجيب لكم 4 آلات حاسبة وقف، الأقلام وقف، الدباسة وقف، الله، يعني أشياء بسيطة ويسيرة تستطيع أن تشارك فيها. أيضا شيء ممكن أنك تستغل صدقتك مثلا تجيبها فلوس للوقف. أحسنت، فتصبح وقف. ممتاز، وممكن تشارك في الوقف نفسه. أيوة، يعني إذا كان عندهم بناء فتشارك في الوقف. بل أنا أقول للمؤسسات الخيرية دائما اجعلوا مثلا جزءا من المبلغ للاستهلاك، عندي فقراء ومساكين يحتاجون، وجزءا من المبلغ يرفع يحفظ لمبلغ آخر وثالث ورابع حتى أبني وقفا، فإذا ما حصلت أحداث سياسية أو حروب ما تنقطع ما ينقطع الخير عن المساكين. أي والله، فأنا أحث الجميع الحقيقة على المشاركة في وقف تحفيظ القرآن. هو خيركم. أي نعم، خيركم. كم الوقف؟ 20 مليون، مجموعة 20 مليون، يعني يا ربي لك الحمد. ترى المليون قبل 20 سنة كان مبلغا ثقيلا، الآن أنا متأكد أن 20 مليون عند كثير من التجار الذين أنعم الله عز وجل عليهم ليست بشيء. بعضهم يمزح وهو يتكلم بالحقيقة، سمعتموها لما سألوا: كم رصيدك؟ قال: تبغى رصيدي قبل المكالمة ولا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ يعني نحن ننتظر الأرصدة تزيد عندنا في السنة، هو ينتظر الرصيد في 5 دقائق و10 دقائق. طيب أمثال هؤلاء الله عز وجل أعطاهم هذا المال من أجل ماذا؟ من أجل أن يختبرهم، فينظر هل يعملون ما يحبه الله ويرضاه أم لا. والله عز وجل ما يمنعك من أن تنفق على نفسك وتشتري أحسن السيارات وأغلى الأطعمة وأوسع البيوت، لكن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا خلة ولا شفاعة. وفي الحديث القدسي الله عز وجل يقول، وهو من أعظم الأحاديث المختصرة التي تحثك على الإنفاق، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. المنفق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء مقيتا. من معاني أسماء المقيت أن قوت الناس بيد الله عز وجل. تفضل يا أخانا الكريم. أيضا
يعني الوقف هذا يعني شيء بسيط لا يقارن بمبالغ الديات. أحسنت. يعني الديات شيخ الآن نرى أرقام خيالية شيخ مبالغ فيها. صحيح. وهي على شخص يعني واحد، والناس في أقل مهلة يدفع يتم جمع التبرعات والدية هذه في وقت وجيز. أحسنت. يعني نحن نقول شاركوهم في عتق الرقاب، لكن الحياة فرص وأولويات، وأنا أعرف ماذا أفعل. عندي مبلغ 1000 وعندي 10 مشاريع يا أخي، أنا أستطيع أن أشارك في كل مشروع ب10 ريالات، لكن 900 أشارك فيها في المشروع الذي أرى أنه الأنفع والأبقى عند الله سبحانه وتعالى. يا ليت والله من يسمعنا من التجار سواء كانوا من الرجال أو من النساء من يقفز بهذا المبلغ إلى 2,000,000 إلى 3,000,000. والله هي يعني لو كانت لنا هذه المبالغ لكانت كثيرة في حقنا، لكن هي لله عز وجل الذي أنعم عليك بكل شيء. ما تستطيع أن تقول نعم 99% مما أعيشه من الخير من الله، لكن 1% مني لا، حتى 1% من الله سبحانه وتعالى. ما يستطيع أحد حتى الملاحدة أن يقول أنا الذي وهبت نفسي نعمة البصر أو وهبت نفسي نعمة الصحة والعافية، ما يستطيع حتى لو قالها بلسانه في قرارة نفسه، ما يستطيع. فلذلك يلت الجروبات يعني كما أني أكون شجاعا أحيانا في إرسال نكتة بايخة في الجروب واقتراح أبيخ، أو أحيانا مقطع ما يجوز حتى وإن كان مضحكا، أو حتى في اقتراح رحلة، أو في شراء مثلا تنس نضعها في الاستراحة، أو فرفيرة نضعها في الاستراحة. يا ليت تقترح، ما رأيكم لو كل واحد منا شارك ب100 ريال، عدد الموجودين في الجروب مثلا 30 واحد، 20 واحد، هذه 2,000-3,000، صدق بعد شهر شهرين ربما تنساها، لكنها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم يا أخانا. أنا أقول يا شيخ أنت تأخذ المال من الله، يعطيك الله المال فتأخذ المال وأنت ترجعه لله. فأنا أوصي يعني الأخوان الآن اللي يسمعون، يعني هذا المال مال الله سبحانه وتعالى. أحسنت. يعني ما الدليل على أنه مال الله؟ أن الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا تعريض، أنه لا تقول هذا مالي، هو في الحقيقة مال الله. وبناء على ما ذكرت أنا أنبه هنا على ميزانين، ميزان البشر، ميزاننا نحن وميزان الله. ميزاننا نحن يا جماعة الخير في السعودية وفي اليمن وفي فلسطين وفي الأردن وفي السودان، ميزان البشر أن الذي ندفعه هو الفاني وأن الذي نبقيه هو الباقي. ميزان الله عز وجل بالعكس، أن الذي تدفعه في الخير هو إيش؟ هو الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلنعكس هذا الميزان على ما يريده الله سبحانه وتعالى ويحبه ويرضاه. أنا أرجع للقصة الآن. عد كما تفعل. نعم، بس نريد أن نكتفي ب40 دقيقة وخلاص، يعني 40 من حين أن بدأنا. والله حنا من نكتفي، حنا لين مرة نأخذ اللي عندك كله، ولن نستطيع طبعا. مستمتعين. بس حنا نبي. الله يجزيك بالخير. فرصة يا شيخ. كم الساعة الحين؟ تسلم، ما عليك شيخ. نأخذ 5 دقائق. لا 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير. خلاص، عشان برضو ممكن الشباب يسألون. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قال بعض أهل العلم إن هذه الرحمة المقصود بها النبوة. وجاءت الرحمة تدل على يعني في أكثر من موضع تدل على أنها بمعنى النبوة. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، المقصود بها النبوة. لأن الكفار لما نزلت النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كانت هذه الرسالة على رجل من القريتين عظيم لآمنا، لكن نزلت على محمد، ويقصدون بالقريتين الطائف ومكة، والعظيمين أظن عروة بن مسعود هناك وأبو سفيان أو أبو جهل هنا. الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا اختيار من الله واصطفاء، ليست ما هي مسألة انتخابات من يكون لنا نبيا كما فعل مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب يعني يريد أن يتبسط مع النبي ويداهن، أمر نبوة خلاص، أنا النبي. لا لست نبيا. طيب أنا نبي على أهل البادية وأنت نبي على أهل الحاضرة، خلاص على الأقل نقتسمها، مشيها يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كذاب. فقابل المغيرة بن شعبة
وكان صاحبا له أيام الجاهلية، فقال له يا مغيرة ما دريت أن الوحي ينزل علي وأني أصبحت نبيا وسأسمعك شيئا من ما أوحاه الله إلي. فقال له بعض الخزعبلات، فقال له المغيرة، هو يسأل المغيرة يقول ما رأيك بهذا الوحي؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا قصف الجبهة من زمان، يعني قصف الجبهة والله من زمان، هذه قصف الجبهة. وإيش قال له؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني حتى لو قلت لك والله كلامك حلو أنت تدري أني أكذب عليك. فأعطاها إياها مختصر، لكن هذه جبهة في الحق الحمد لله. قال له موسى هل أتبعك؟ لأنه قال الخضر من أنت؟ قال أنا موسى. فقال له الخضر موسى بني إسرائيل؟ يعني أو إيش؟ قال له موسى بني إسرائيل أو إيش؟ ها إيش تقولون؟ لا لا، هو يسأل قال أنت من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل أو شخص ثاني اسمه موسى، يعني اسم على اسم. قال موسى بني إسرائيل. قال ما الذي أتى بك؟ قال أتيت لأتعلم مما علمت رشدا. قال أتتعلم مني والتوراة بين يديك والوحي ينزل عليك كيف؟ قال أتيت لأتعلم مما علمت رشدا، لأنه هو بعد ذلك قال له إن الله أعطاني من العلم ما ليس عندك وأعطاك من العلم ما ليس عندي. ويقولون في المثل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، بل أنا أقول يوجد في النهر ما لا يوجد في المحيط. ولما من قصص التاريخ، لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فجاءت الوفود تهنئه، فجاء وفد الحجاز، فكان يتقدم وفد الحجاز طفل صغير شاب، فعمر بن عبد العزيز يظن أنه تقدم قلة أدب منه أو عدم انتباه، فقال له أنت ارجع وليتقدم من هو أسن منك، ارجع وليتقدم من هو أسن منك. فتكلم الغلام فقال يا أمير المؤمنين إن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، المرء ليس بالسن ولا بالجسم ولا بالطول ولا بالعرض، المرء يعرف بإيش؟ باللسان وبالقلب، فمن رزقه الله لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. يا أمير المؤمنين، هو إيش قال له عمر بن عبد العزيز؟ ارجع وليتقدم من هو أسن منك. يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة الإسلامية من هو أحق منك بالخلافة. وعمر بن عبد العزيز ولي الخلافة وعمره كم؟ 38 سنة تقريبا أو 39 سنة، ومكث في الخلافة سنتين، يعني شاب ما زال ولا عمره وزراء في الدول الثانية وهو خليفة المسلمين. فهنا خضع له عمر بن عبد العزيز ورجع إلى ما كان قد ذهل عنه، وقال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. لا تتكبر على أي إنسان يمكن أن تجد عنده فائدة، والغرور سراب خادع، الغرور سراب تحسب أنك على شيء، سراب خادع. أذكر قبل تقريبا قبل سنيات، ما أستطيع لأنه تحديد السن إيش اسمه يورط هلا مشيها. أي أحسنت ما شاء الله صح عليك دريه. رحت أصلي في جامع الديرة القديم قبل ما يبنى، خلاص ما يحتاج تحديد السن. اي يوم النطين. اي نعم خلاص. المهم انا جلست اقرا قران، كان بجواري واحد من الشباب صغير يمكن انه في سادس ابتدائي. بعد ما قرات شويه هو اوقف القراءه وبدا يستمع الي. ما الذي اصابني؟ غرور اني قراءتي ايش؟ جميله وحلوه وانه ينصت الي. خطب الخطيب الخطبه، صلينا، انتهت الصلاه، لما مشيت لحقني الشاب. فقلت أكيد الآن ما توقعته هو صحيح، فالآن يريد مني أن أسجل، لا أن يسأل عن اسمي. ها ممكن فتاوى؟ لا مو فتاوى، يبغى لا لأنه واضح أنه متمكن من أي نعم تسجيل، يعني تسجيل.
فإذا به يقول بس أنت في السورة الفلانية في الآية الفلانية أخطأت وقرأتها كذا وكذا وكذا. والله العظيم وما زلت أذكر الآية، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه، أنا قرأتها كيف؟ قالوا أرجهي وهي أرجه. لا، ويا ليت أني تواضعت لما قال لي هذا الكلام، قلت احتمال، لكن يلا يعني يعني أرسل الله لك من يؤدبك تأدب، احتمال. مثل بعض الأحيان إذا في مسألة يعني ما عرفتها يا أخي قل ما أعرفها. فعل المسألة هذه من المسائل اللي تحتاج إلى بحث، وإن شاء الله أنا آتيكم. قل ما أعرف، قل، عود نفسك كما يقول أبو الدرداء، علموا تلاميذكم لا أدري، علموا تلاميذكم لا أدري. نرجع ونقول قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، في بعض القراءات رشدا وهي قراءة صحيحة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع أن تصبر، ما تستطيع. موسى رجل مقدام، مقدام في نفسه ومقدام في جسمه، فمباشرة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لأنه قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. المهم شارطه موسى عليه السلام على أن يتبعه بشرط أنه إيش؟ ما يسأل ابتداء. أي شيء ستستغربه يا موسى أنا سأشرحه لك، لا تتعجل، لا تتعجل، أنا سأشرحه لك. سبحان الله، وأن تقرأ القصة، شوف الآن أنت عرفت الشرط وعرفت القصة، تتوقع من نفسك أنك ستصبر؟ ها؟ لن تصبر، لن تصبر، ستسأل. يمكن خرق السفينة أمره سهل، يمكن بناء الجدار أمره سهل، لكن قتل الغلام لا لا، كيف تقتله؟ كيف تقتله؟ ها، أخبرني الله بأنه سيكبر وأنه كافر، هذا سيستمر على كفره. الله أخبرني بأنه سيستمر على كفره وسيؤثر على والديه الطيبين الطيبين أو الطيبين، فأنا أقتله. طيب ما لن تقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمس مع هذه القصة فقال يا ليت موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. نفس الكلام والله بنقولها في كل أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن موسى صبر حتى تحدث بعد إيش قصة رابعة وخامسة وعاشرة، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والاستنباط من هذه القصص. وقال في الحديث الآخر لو أن موسى صبر لرأى العجب من الخضر، لرأى العجب من الخضر. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للفائدة، لو أن موسى صبر هل كل لو يحرم علي أن أقولها؟ ما هي لو التي يحرم علي أن أقولها؟ المستقبلية؟ لا، ليست المستقبلية، الماضية التي تفتح عمل الشيطان، فليست كل لو. القرآن مليء بلو. أنا أقول لو وضعنا الكاميرا هنا الآن، البرنامج سيبدأ بعد خمس دقائق، عشر دقائق، لو وضعنا الكاميرا هنا لكان أفضل فعلا، دعونا نجرب، فعلا كانت أفضل هنا. لو لا، لأن بعض الناس أي كلمة لو يقول تفتح عمل الشيطان، اترك لو، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أو تمني الخير، أو تمني الخير، أحسنت. لو معي دراهم أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأن النبي حج قارنا والصحابة حجوا متمتعين. شيخ ودنا نختم، أيوة نختم بدعوات، خلاص أنا أنتهي، لأنه إذا دخلت في طرف آية فالحديث فيها كثير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة. والآن أنا بالنيابة عن أخونا سامي أقول تفضلوا على العشاء، الله يجزيكم خير. لو قدام الكاميرا، لو بقينا ربع ساعة لو قدام قاعد على الشو وكذا، بس أنا كلها أعطونا قربوا الذبايح، كاس حليب وبارك، طفوا الكاميرات، قربوا، الله يرفع قدرك، الله يوفقكم ويسعدكم، يجزاك خير. أنا المستفيد الحقيقة من المجيء إليك. والله جيتك لنا شرف، الله يحفظك. الشيخ خالد مما يميزه، وأنا أخاف يزعل مني، أنه يبادر في مثل هاللقاءات. بارك الله فيك، الله يسعدك ويحفظك. وليس يعني أنا ابن القناة يا أخي. الله يتزخر، ولا إحنا نستفيد منك يا شيخ. أنا ابن القناة. ما شاء الله روحك شبابية يعني. روحك شبابية. حلوة والله، هذه أقرب إلى الذم من المدح. لا بالعكس. أنا روحي شبابية وأنا. جسمك شبابي. لا هي جسمي شبابي وعمري شبابي. وكلك شبابي. أي بس أشجع هلال طبعًا. كلك ملحق.
شيخ انت كلك ملح وقبلك. الله يسلمك يحفظك. الله يزوجك. الله يسلمكم يحفظك. طيب ملعب الجمعه شيخ. والله يرفع قدرك. الجمعه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا قد شاركت في مباريات حواري اخذت بحق هداف الدوري ما شاء الله اي على فريقي لانه كان الهدف اذا حتى على فريقك يحسب لك يحسب بهدفين. لا لا فعلا كنت هداف الدوري ما شاء الله يا شيخ. طبعا اغلبها من اللي تصير شوطة قويه وتضرب و الحمد لله. معذور معذور نعمه من الله لانه المركز حقي اللي انا اخذه مركز مهم. اي نعم الله يوفقكم الله يوفقكم. الله يرفع قدرك يا شيخ. جزاك خير. جزاك الله خير. الله يسعدكم ويبارك فيك. في امان الله. طاح المصير حقي. الله يحفظك. في امان الله. الله يحفظني. استرح. ايش تسوي انت؟ ماشيله معك عشان لا يلا بسم الله قلنا خطره مغبي. الله يطول عمرك. بسم الله عليك. يا مان الله الله يغفر لك. الله يحفظك يا شيخ. اكتب اجرك. الله يكتب اجرك. امان الله. الله يجزاكم خير. ابو عبد المحسن ايش هلا والله اكمل ايش هذا باقي تكريم الشباب اليوم المتميزين معانا طيب يلا تكريم على الفحم. تكريم على الفحم. يلا كرمهم. طيب شباب ما في صل تيهن لا يلا سم شمراني فرقت ايش؟ انا فرقت القلادة ايش اسمها؟ العقدة 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 نعم. طيب خليك العقدة هنا. تعال يا الوتدية الوتدية خليك وراي خليك وراي كلنا صف صف واحد سامري هو الجائزة اللي تأخر لو احنا الرياضة يطق لو المستقبليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سعيد فيك. انا مبارك فيك. قائد الوتديه. انت قائد؟ نعم قائد الوتديه. حياكم الله يا شباب. طيب وانت ممكن نتعرف على الشباب وانا اتشرف بهم. الله يحفظك. طيب حبايب كلنا كلنا قصه موسى واحد كلنا سوا كلنا سوا كشفيه. طيب لا خلاص الحين ما في الحين اللي ها والله انا ودي طابور بس ماني بنصعب عليكم الدنيا ايوه خليها خفيفه واحنا نحبكم طبعا الفرقه اللي فايزه معانا في مسابقه الطبخ الطبخ الخلوي الطبخ النف فرقه طبعا افهموني عشان لا تقول تزعلوا بعدين ليه لانه في نظافه وفي تسليم مبكر وفي نظافه الموقع وطريقه التقديم وكان في تفاعل وحماس ففي اشياء فرقت في فرقه كانت الاولى راحت بسبب الوساخة وحرقة الزرع فهذه ما هي من الطبيعة فلذلك الفرقة الفائزة معانا فرقة ايش انتو؟ الريب الرندي الوتدية وهنا؟ سارية العقدة وتدية عقدة سارية اللي فائزين معانا فرقة العقدة ارجع 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 باقي باقي طيب فقط اسمعوني الفرقة الفائزة معانا في لعبة الكنز وبدون منافسة وهو فريق السارية يعطيكم العافية انتوا اللي حصلتوا على الكنز وكلها قدامنا لكن الفرقة المتفاعلة اللي كانت طول الوقت في الجمع متميزة وفي الصيحات متميزة وهي فرقة الوتدية باقي لا فهم باقي واحدة باقي باقي هنا الصفرة باقي هنا الصفرة والله لا السوق الله السوق طيب أخلص شباب باقي باقي أفضل مشارك أفضل أفضل باقي أفضل مشارك ها قل له لا أسلم الجائزة هذه بعدين ضرب معاي طيب أفضل مشارك في المعسكر الكشفي لهذا اليوم وهو كلنا كلنا وهو المعانا في اليوم الكشفي أبو عبد الشهري للمعلومية للمعلومية عشان لا أحد يعاتبني أنا وأستاذ سامي وبرين المزرعي ضبطنا الأمور هذه كلها واخترنا وانتهينا لا أحد هنا أقول لك حل الدم الهواء سريع لك ها
سري لك بالقمح اللي بالرز. شكراً. العلن. عبد الله. بارك الله فيك. بارك الله. العلن. أولاي. العلن. أولاي. طيب يا عيال. تعال. اطلعنا. أفضل. تعال. فرنتي. فرنتي. تعال. عندهم عندهم. أنت مهلي. أنت مهلي. أنت مهلي. يلا يلا. أنت مهلي. لأن أنتم متاحين وفايزين. سهل على. شفت على أفضل مشارك في واحد. الله يبيض. اسمع في واحد معاك. خلاص راحت. بس عيبه إنه فسخ منديله. طبعا هذا ممنوع عندنا. لما تفسخ منديلك تخصم منك. كله من كله. والله راحت منه الدرجة. عزيز. انت يومك. ها؟ انت يومك. مرة ثانية تجي تقول لي. تجي تقول لي مولاي هلا علان مولاي هاي المهم جازيتك. طيب صلوا على النبي. يا الحمد لله يا كل حديد صلوا على النبي. صراحه اقول الوقت الحق لك يا اللهم صل يا عبد العزيز. عبد العزيز احنا خيمه الاولين جهزنا. بس انت اطعمك واضح واضح شو انت عزيز. لا ما تستاهل حق الجهاز هذه الليله. عزيز الجهاز اليوم لمين؟ الجهاز حق الليله. من هو المستحق للجهاز هذه الليله؟ حسين ما اعرف. انا ما ادري هو جوال ولا ايباد ولا ايش. انا جوالي مكسور. امس من اللي فاز؟ امس سليم. بالله كلام عمر. اول حاجه مع الخير نشكر عبد العزيز القضيفي. بالله تحيه قويه. والله سعاده. يعطيك العافيه بيض الله وجهك. وهذه ميداليه من فرقه العقده للحبيب. يستاهل. طبعا الجهاز وصل الان. احنا تعودنا في كل ليله بدينا يمكن من امس. امس كرمنا مين؟ حربي. سليم الله. اي انا بكرم الفسامي. الله يحفظك. يستاهل. يستاهل ابو عمر. سليم طبعا شكرا حبيبي سليمان المطلق اليوم جاء ما قصر. والله من جد ما قصر. سليمان المطلق الله يطيب. انا اللي اقترح انه يجي. تفضل يا عبد الرحيم. جهاز ايباد الليله لمن تتوقعون؟ عبد العزيز القذافي. مو بشرط. احنا ما عندنا. هو المتفائل. هو المتفائل. ممكن هو القذافي. مو بشرط. انا اتوقع انه يستاهل. الناس ادوا في مسلسل الدرامي اداء رائع. يمكن حمود الناصر اتوقع. في ناس في بعض الفقرات كان اداؤهم جميل جدا. حمود الناصر يستاهل. تفاعلهم حضورهم رائع. في ناس هي المصلى بدري. لذلك سيكون تكريم هذه الليلة ويتوجه بإذن الله إلى فرقة متفاعلة. عبد العزيز القضيبي. رفعت الخيمة في البداية. نبت الهمسة. قد قيلة أول في الملا جب البخور مع الحلا في معسى قالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا. كالكلا 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 الوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لزارها هم وترح. كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا. قد قيلة أول في الملا جب البخور مع الحلا في معسى قالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا. كل كلا